يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، لقاء وموعد وتواصل يجمعنا وياكم عبر برنامجكم الرياضي زوم. اليوم حلقتنا فيها تتويج، فيها درع الموسم الرياضي 2012-2013. المواجهة ستكون بين الكويت والقادسية صاحب المركز الأول والوصيف. نتابع وياكم مجريات هذه المباراة واحتفال اللاعبين بتتويج درع الدوري، ونقول يلا بسم الله ويلا زوم. الكندري، شلونك ابو حسين؟ الحمد لله تمام خير يا اخي. اليوم حلوه الروح، ها شوف حتى اللاعبين اليوم الدردشه برا المباراه وكذا، لان خلاص ضمنوا واحتفال اليوم هنا، والدرع ما راح يطلع برا كيفان. ها باذن الله ان شاء الله. طبعا الحمد لله نشكر جميع الغامين على الحفل، يعني اليوم تقدر تقول الحفل، يعني خاصه نشكر العلاقات العامه بنادي الكويت اللي يستاهلون وفروا الصراحة جميع السبل للراحة حق اللاعبين وحق الجماهير إن شاء الله. نفس ما قلت اليوم إن شاء الله آخر مباراة بالدوري فيها تتويج حق نادي الكويت. فرحة الحمد لله، وإن شاء الله طبعا مباراة مع القادسية ونتمنى يعني نختمها بدون ولا خسارة إن شاء الله. المدير الذهبي مدير فريق نادي القادسية دعاني قبل لا اسلم عليه، بس خلنا نسلم لازم على الاردن. الله، ايش عندنا بالاردن؟ كاس الاتحاد الاسيوي. دعوه تقول لا حياك الله، اتشرف حياك الله. يمثل الكره الكويتيه القادسيه بطل، القادسيه كبير في اسيا وبالعرب ومحلي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا طبعا انجاز. نقول اليوم مباراه الكويت والقادسيه ابو خالد، اليوم ما شاء الله نشوف يعني لاعبين القادسيه من الحين ملامحهم تقول مبروك حق الكويت، هذه الروح الرياضية. المباراة اليوم يعني الكويت القادسية فريقين كبار ولكن فيها تتويج اليوم، وانت تقولون حق اخوانكم بنادي الكويت مبروك الدرع. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكرك حبيب، وثاني شيء ابارك حق نادي الكويت لانه فعلا يستحقون البطولة. فريق قدم من بداية الموسم لليوم في مستوى اداء ممتاز، اداء ممتاز، مستوى رائع، فاعتقد فريق اللي يقدم هذا المستوى يستحق البطوله. وبارك لهم، واكبر دليل ان احنا وافقنا نجيب مباراتنا على ملعب الكويت. تشكرون عليه والله. لا بالعكس، يعني هذا رد الجميل لهم، لانهم سنتين ورا بعض يجيبوا المباراه اخر مباراه على ملعبنا، فيستحقون انهم نلعب على ملعبهم اليوم ليحتفلون في بطولة الدوري، وهذا من حقهم. يا سلام، شوف الروح الرياضية، احنا ما نقول نقطع الشك باليقين ولا المشككين في ولاء الفريقين. الكويت القادسية وين ما راح الدوري ولا راح الدرع ولا راح الكاس، الفريق الثاني يقول حق الفريق الأول ألف مبروك. هذا شيء طبيعي. يعني مثل ما قال يعني أبو خالد أستاذ محمد البناي أن الدورتين هناك وافقوا إدارة نادي الكويت ان المباراة النهائية تصير باستاذ محمد الحمد، ردينا نفس الشيء، ما نقدر نقول جميل لكن نقول ردينا يقول هذا الشيء طبعا، لان فعلا يعني تحس بيننا كأندية نتنافس، ولكن بالنهاية نظل اخوان. أيوة والله. وواحد يبارك حق الثاني اللي ياخذ البطولة نقول له مبروك اللي يستحق البطولة. أيوة والله. يلا قولي سالفة الاردن، شنو سالفة الاردن؟ سلامتك، سالفة الاردن احنا باكر ان شاء الله مقادرين باذن الله. الاردن يوم الثلاثاء مباراتنا مع الشرطة السوري، في حالة فوزنا نضمن المركز الأول والتأهل للمركز الأول إن شاء الله. القادسية الملكي هو المركز الأول بالمجموعة من الحين، أقول لك أبو خالد، وإن شاء الله تروحون وتردون بالسلامة وانتصار حق الملكي ممثل الكرة الكويتية. ومشكور وحياك الله إذا بتسافر ويانا. ما يمدي الحين تقولي حياك الله، باقي يوم واحد يعني بعد الحلقة هذه يبقى 3 ساعات بس. تعال يوم الأحد، تعال يوم الاثنين، شنو المشكلة يعني؟ صح صح ايه؟ صح صح. راح اروح، ودعوه جميله جدا من اخوي الكبير الاستاذ محمد البناي. مشكور يا ابو خالد، حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا فيك. شلونك؟ هلا ابو علي، مريح ابو علي. تعال تعال فهد، فهد زين شي خلتني بروحي شردتهم. يلا ما علي انا جيت ولا ما اعوض. لا تستاهل تستاهل. شلون الحلوه شوي طريق جايب حق اللاعبين صدق؟ لا بس يوم رحنا يوم رحنا البحرين مع رفاع دليتهم فحوا اللاعبين، اي دليتهم محل كوار خذ له كرتون. واربيل شنو هناك ابو علي؟ شو اسمه اربيل؟ كلها كباب ربعنا، كنا متخرعين كلها كباب يبون. الجيمر جيمر، اي صدق صدق جيمر. الجيمر والكباب. ما عندكم جيمر في الكويت؟ والله ما ادري صراحه، ما ادري. انا اللي استغربت الطياره مالتنا اول ما جينا ولا كلها جيمر، طافحه جيمر وريحه الجيمر. جيمر وعسل. هالمره بعد رحنا طاجكستان بعد الربع يابو عسل، ما ايش فيهم. جميل جدا، انت عسل والكويت عسل
ودرع الدوري يريح وحلو وانجاز ويسجل كل لاعب فيكم بالقائمة هذه انه حصل على الدرع ويا مشوار العميد وقدمته يعني دوري او موسم ولا افضل. اليوم مباراتكم اريحية ابو علي فنيا دائما تعطيني فنيا. شوف اليوم احنا نعتبرها مباراة احتفالية لنا احتفالية. اولا ضد نادي القادسية نادي كبير صحيح. يعني مباراة لها وزنها يعني بغض النظر عن حسابات الدوري هي كم لو كانت مباراة ودية هي لها وزنها صح. فهاي الحلو في المباراة داشين برياحية لكن داشين بضغط ان ننهي الدوري بدون خسارة. فمثل ما تشوف اللاعبين فول تيم مركزين لو خسرنا هالشيء ما راح يقلل من احقيتنا ببطولة الدوري لان احنا نقابل فريق كبير اللي هو القادسية. لكن ان شاء الله نتمنى هالشيء ما يحصل يعني بدون خسارة نختمها مسك ونستاهل اعتقد نستاهل على المستوى اللي قدمناه نستاهل ان نختم الدوري بدون خسارة. اي والله تستاهلون الشباب راحوا خلاص انت ما راح تروح ما راح تلحقهم وياهم يلا بيروح حسين بابا والله متعنا بهالوقت وشكرا انا بروح هنيك مشكور يا ربيع مشكور مصور مبدع ربيع حديث هاي سي هاي اواد ابو محمد شلونك طول بعمرك الله ليش راح طالع السالفه لا ما يحب الاعلام زين شوف هنا طالع يمينك قبل لا نتكلم جمهور العميد شوفه شو تقول ابو محمد والله يعني صراحه نتمنى الحضور جمهور تو الناس على المباراه يمكن باقي تقريبا ساعه كامله في ان شاء الله يحضر الجمهور هذا يمكن اقل هديه يهدينا اياها الجمهور يعني احنا وفينا بالوعد في تحقيق اللقب وحققنا لقب الدوري ويعني الكل شايف هالموسم نادي الكويت في افضل حالاته موسم استثنائي في مو بس في كره القدم في كره السله في كره اليد كانوا مميزين فعلا نعم مميز. عرفت شلون فيمكن هذا احنا طلب بسيط من الجمهور هو الحضور كتكريم لنا ودافع معنوي اليوم نختمها ان شاء الله ضد القادسيه وان شاء الله نكون اخواني اللاعبين عند حسن الظن يا رب. ابو محمد حاطين اليوم الفوز على اساس يكون المشوار خلاص بدون ولا خساره. والله شوف احنا حسمنا الدوري لكن الهدف الاكبر الحين هو عدم خساره مباراه اليوم لان هذا يتسجل في التاريخ يسجل باسمنا كلاعبين وان شاء الله احنا قد المسؤوليه وبإذن الله اليوم راح نختمها على قولاته ختامها بيضاء وإن شاء الله نفوز في هذه المباراة. اليوم في حفل مميز يقول لك كيفان تحتفل اليوم والدرع ما راح يطلع من كيفان. والله احنا وعدنا الجمهور وعدنا مجلس الإدارة في تحقيق اللقب والحمد لله وفينا ورجع الدرع لمن يستحقه صراحة في هذا الموسم. إن شاء الله يعني ان نكون نحتفل اليوم بعد المباراة بفوزنا بهذه المباراة ويستاهلون الجمهور نادي الكويت يستاهل مجلس إدارة اللي ما قصر صراحة أنا هذا الفوز أهدي مع احترام لكل منتسبي نادي الكويت لكل جماهير نادي الكويت لكن السيد مرزوق الغانم يستاهل هذا الدرع إن شاء الله. مساك الله بالخير. الله يا هلا والله حياك الله وإن شاء الله ما شاء الله أشوف يعني مش عجاء أنا متابعك متابع أخبارك أتشرف صرت مذيع وهذا شيء يعني صراحة أيضا يثلج صدورنا عندك القدرة والإمكانية إن شاء الله الله يوفقك اللهم لك الحمد وشهادة اعتز فيها أستاذي بضاري يعني هنتابع اللوحة شوف جميلة والله شوف أنا شايف يعني قبل مباراة مشعل في إعداد حلو جدا من نادي الكويت من حيث عشان يتناسب والحدث نلحق تدري هذه مناسبة تسجل بالتاريخ تسجل صح. تدون بالتاريخ ودائما احنا كاعلاميين ابو نواف شكرا بخير دائما نرجع للسجل الذهبي من السجل الرياضي للانديه الكويت كم مره اخذ البطوله القادسيه العربي وكل الانديه هذه فهذه اليوم فرصه ايضا ليستعرضون يعني مهارات وامكانيات نادي الكويت عنده ما شاء الله الامكانيات والقدره انه يقدم دائما وعودنا على انه يقدم خصم في نهايه كاس الامير صحيح. والبطولات الاسيويه ايضا الخليجيه والعربيه والعالميه يعني هذا الاستاد بحد ذاته تاريخ كفايه اخر مره 2007 شفنا منتخب الله 2007 هنا احب البرازيل انا احب البرازيل البرازيل والله سانتوس البرازيل ما انساها يا اخي والله ترك بصمه حلوه طيران يمين يسار حارس مرمى فعلا حارس امين مو الحين لا الحين منسق اعلامي بس والله العظيم نفتخر يعني انا اقرا له وانا تابعه بس في ميزه اهم حلوه اذا عصب استانس لما نقول لاعبيننا ابيضنا اصفرنا البرتقالي الاخضر فخرنا هم حكامنا فخرنا ما شاء الله شعلة من النشاط هذا التسخين يسمونه ولا شنو
ابو خالد طبعا الكابتن الحكم الدولي السابق محمد باجي ابو خالد. شوف 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 جاتني الكوره تفضل كابتن. ها يعني الحمد لله هذه قبل مباراه الكويت والقادسيه، نتمنى ان شاء الله تطلع المباراه هذه بصوره حلوه تعكس جماليه الكره الكويتيه، وايضا نتمنى التوفيق لحكامنا اليوم. اعتقد حكم الساحه الكابتن مشعل عسعوسي السمي، وبعد منو عندنا حكام اليوم ابو خالد؟ عبد الله مراد. ونعم 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 ونعم. وانت شنو اليوم؟ مراغب. شوف المراغب ويا الحكام هذه النفسيه، والله حكامنا فخرنا يعني نتابعهم لما يمثلوننا برا بالبطولات العربيه والاسيويه، نتمناها ان شاء الله عالميه. وانا كاميرتي دشينا بالنص، مشعل عسعوسي يضحك ويسوي نفسه ما يدري، واتابعه بتويتر. وابو خالد محمد الفاجي ابو خالد عاد نمون عليه ان شاء الله، كلمه طال عمرك، كلمه 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 كلمه. اليوم الختام، اليوم الختام نقول نمسي على الاخوان. هلا مساكم الله بالخير. ها كلمه حق منو تبي؟ ها لاخوانك الحكام. الحكام بدون كلام هم عارفين دورهم، الحكام اصلا هم نجوم اليوم المباراه. احنا نقول حق اللاعبين حق الجمهور بس شويه، نبي شويه نفس معانا نفس. شويه بس احنا اخوانكم. اي والله اخواننا وطلابت على قولتهم الحكم طالب حق، فاحنا نبي بس يعني شويه اصبر، عط شويه لان قرار جزء من الثانيه، جزء من الثانيه مباراه اليوم فيها اخطاء وفيها كل بنادم خطا، كل بنادم خطا صح، ولكن هذولا هم فيهم الثقه ان شاء الله. طيب كبيره في الثقه، شلون ما فيهم ثقه؟ هم اهل الثقه هم. احنا نستفيد الثقه منهم اصلا. كفو يا ربي يا ربي. هذه اللي تطقطقون فيها كره المباراه هذه ولا كره المباراه ولا الاحتياط ستاند فايز؟ لا لا لا، المباراه كره المباراه.